السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات جي اف اكس اكاديمي دوت نت الخاصة بكورس فيو ماستر كلاس. كلام النهاردة ان شاء الله هيبقى على كمالة الترين اديتور او محرر الجبال. على فكرة يعني انا ابتداء من المحاضرة دي هحاول ان انا ما اتكلمش عربي الا فيما نظر علشان نتعود دايما على سماع المصطلحات بدون ترجمتها ترجمة حرفية. تعالوا الاول عشان نخش نكمل بقية الترين اديتور، تعالوا نحط procedural train بالشكل ده كده، يعني عشان بس نكمل شغل عليه مش اكتر. ماشي بالمنظر ده كده، ودبل كليك عشان نخش للترين editor. نقفل البراشز ونشوف هنعمل ايه في الترين editor. اولا المنظر ده انا بتحكم فيه من كذا حته، اول حاجه يا اما من الشريط اللي على الشمال او من البراشز والافكتس. مش عايز اتكلم في الزونز دلوقتي على اعتبار ان الزونز خاصه بالسبيسيفيك قوي بتاع البروسيدرال ترين، فانا مش هتكلم فيها في الوقت الحالي، هي والبروسيدرال دي شغلها كله في الفانكشن اديتور ومش هيبقى موضوعنا دلوقتي. خلونا نيجي اول حاجه لحاجه اسمها ريسيت سكلابتنج. ريسيت سكلابتنج لو ضغطت عليها هيعمل لي ريسيت او هيرجع لي كل ده لبلين فاضي. لو ضغطت كده رجع لي كل السكلابتنج، اسف مش لبلين فاضي، لكن هيشيل لي اي تعديلات او اي موديفاي انا عملتها من البراشز اللي هنا. كل ده خلاص مش هيتفتح الا لو كان اللي موجود هنا تيرين عادي. لكن على سبيل المثال لو انا جيت ضغطت اول حاجه على ماونتين هيضيف لي شكل تاني خالص. كل دي عباره عن اشكال. طب ايه اللي بيتحكم في الاشكال دي؟ خلي بالك ان كل شكل بيتضاف فوق التاني، يعني ده ماونتن، ده لو ضغطت عليه هيجيب لي بيكس، لو ضغطت على ده هيجيب لي ايرودد على ما اعتقد، لا ده مش اعتقد ايرودد، تمام، ده هيجيب لي الكانيونز. طبعا زي ما انت شايف كل واحد فوق التاني. طب انا عايز ارجع، يعني انا عايز ارجع، لو ضغطت على الايقونه دي زيرو ايدجز زي ما انت شايف بيصفر لي الايدجز بتاعي ويخليها لي فلات زي ما احنا شايفين، بس طبعا ما تبقاش بالشكل ده. فهرجع تاني اندو وارجع تاني للشكل ده كده. اول حاجه تعالوا مثلا لو جربنا نحط كانيونز هنلاقيها بالمنظر ده كده، بس ده او الشكل ده اتحط والديتيلز 256 في 256، هل هتفرق؟ اه طبعا هتفرق. لو على سبيل المثال رجعنا عملنا كنترول زد وجينا رفعنا الريزوليوشن شويه 512 1024 تمام بالمنظر ده كده، ولو جيت حطيت كانيونز زي ما انت شايف الوضع اختلف 360 درجه، اصبح عندي جبل بديتيلز عاليه جدا بالمنظر ده كده. طيب انا عملت الشكل ده، ممكن ان انا بعد ما اعمله ارجع تاني ل 256 بس ابقى خدت الديتيلز بتاعه الجبل. طبعا الشكل ده لا يمكن كان هينتج معاك لو انت من الاول على 256. طبعا ممكن اختار شكل زي ده وابدا اعدل فيه بالفرش. كل فرشه من دول، كل برش من دول ليها وظيفه. طبعا كل برش ليها وظيفه، هتقدر انت تعمل كمان فرش من عندك زي ما احنا بنشوف دلوقتي. لو انا ضغطت على 3D Sculpt، طبعا بالتجربه بقى انت هتعرف الفرش دي كلها. لو عملت كده دي بتعمل لي زي قمم، بس قمم بتتبع حركه الماوس، يعني 3D. لو ضغطت وسحبت كده انا بشدها لبره بالمنظر ده كده. طبعا ارجع كنترول زد زد زد، طبعا مفيش كنترول زد انك ترجع به بالماوس، لكن ليك حد معين. لو جينا لريز نفس الموضوع، بس طبعا ما اضغطش قوي لسبب. اولا انت عندك في شويه كنترولز بتحكمك في موضوع الفرش ده، يعني انا لو انا جيت ضغطت قوي زي ما انت شايف وخليت زرار الماوس مضغوط هيفضل يعمل لي ريز للصبح، طبعا ده ما ينفعش. طب ايه اللي بيحكمني؟ ايه اللي بيتحكم في قوه الفرشه دي؟ عندك تحت هنا في حاجه اسمها السايز، اول حاجه ده حجم الفرشه اللي بيتحكم فيها الفلو. لو انا قللت الفلو كده مثلا وكده ضغط كده زي ما انت شايف استنى فتره على ما اطلعها وما عادش بيطلعها، كان بمجرد الضغط في الاول بتلاقي دي راحت جايه طالعه مره واحده، انما كده في كنترول شويه على الفرشه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طب انا عملت كنترول زد تمام بالشكل ده كده، او جيت عشان ارجع زي ما كنت تاني رحت رايح عامل ايه زي ما قلت ريسيت،
ترجعها لي للشكل الاولاني. يبقى اذا الريست دي شالت لي اي تاثير انا عملته بالبراشز. هاجي عندي في البراشز عندي اتنين مود، عندي حاجتين للبراش، يا اما بقول له سكلابتنج يا اما بقول له بينت ماتيريال. سكلابتنج بتعمل اللي احنا شفناه من شويه. على سبيل المثال لو انا ضغطت مثلا على هاجي مثلا الالتيتيود، التيتيود يعني ارتفاعات، لو ضغطت على كده اذا ده بيعمل لي انخفاض زي ما انت شايف بالشكل ده كده. طب لو انا عايز العكس اضغط على انفرت، بس انفرت في بعض الفرش ما فيهاش انفرت. لو ضغطت على فرشه زي دي او فرشه زي دي او فرشه زي دي، في هنا الفري فورم دي مثلا فيها انفرت، الريز في انفرت. لو ضغطت على انفرت وجيت ضغطت كده زي ما انت شايف بينزل لي بالقمه لتحت. طبعا ممكن افضل امشي كده وانا ضاغط بالماوس فينزل لي القمم لتحت، وبتفيدني لو انا عايز اعمل مثلا فوهه زي دي كده بالشكل ده كده، عايز اعمل ثقب، او لو انا عايز اعمل مثلا فوهه بركانيه بالمنظر ده، بفضل اكمل لغايه ما تنزل لي بالشكل ده كده. ممكن اجي بقى حواليها من هنا واشيل الانفرت دي وابدا ان انا ارجع اعيد رفع القمم اللي انا نزلتها بالشكل او بالمنظر ده كده. كده تقريبا الناس اللي شغاله فيكو زي براش ما اعتقدش ان هيبقى عندها مشكله في فهم الكلام ده، لان الكلام ده كله في الزي براش، هي فرشه وانت بترسم بيها زي ما انت شايف بالشكل ده كده. عاوز ترجع زي ما كنت تضغط على الريسيت يرجعك للشكل الاولاني بتاعك زي ما كنت. في حاجه ثانيه اللي هو عكس الموضوع ده، لو انا بدل ما اشتغل على السكلابت اشتغلت على الماتيريال مود، طبعا ممكن اعمل سويتشنج بين الاثنين، ممكن اشغل الاثنين مع بعض. بس في الماتيريال بيخليك انت ترسم بلون معين، ترسم بلون معين. في هنا عندي الديفولت وهنا عندي ماتيريال ثانيه اللي هي الروك اللي موجوده هنا دي. لو انا ضغطت على دي كده ممكن اختار لون معين ارسم بيه على الخامه او على الجبل بتاعي. لو عملت كده ده كده لون، لو انا عملت كده انا كده رسمت بيه اللي تحت. ممكن طبعا اعمل اي حاجه كده بيعمل بينتنج للماتيريال الثانيه. ممكن لو انا اخترت دي كده اخترت اي لون تاني مثلا على سبيل المثال حاجه بالمنظر ده، طبعا لو كده يبقى انا قفلتها تمام حاجه بالشكل ده كده. لو انا طبعا ضغطت اوكي هلاقي كل الكلام ده اتعمل لي على الترين بتاعي. لو انا نزلت الكاميرا بالشكل ده كده طبعا انا منشط المسقط هنا، فلازم انشط المسقط ده بالمنظر او بالشكل ده كده. ارجع تاني للترين اديتور خلاص بالمنظر واكمل رسم لو انا عايز. لو انا شلت دي كده بيرجع لي الدنيا او بترجع لي الدنيا زي ما كانت مره دي. طيب كده تمام ومفيش اي مشاكل. نتكلم على ازاي بقى ان انا اعمل فرشه خاصه بيا انا تعمل لي وظيفه معينه. لو انا طبعا اول ما فتحت ده لو انتوا خدتوا بالكم كان طالع نافذه طويله كده، النافذه دي بتاعت البراش بريسيتس. لو ضغطت على البراش بريسيتس او البراش اديتور اقدر ان انا لو ضغطت هنا كده تمام اختار فرشه، اعمل فرشه جديده، هقول له مثلا وليكن دي هسميها ماي او جي اف اكس برش. تمام بالشكل ده كده. طبعا انا كده عملت انتر وكمان ما حفظتش الفرشه، ارجع لها تاني جي اف اكس برش بالمنظر ده. اجي لو انا عايز احط له ايقونه طبعا بدل دي ممكن اضغط هنا واختار اي ايقونه تعجبني، ما لقيتش ان اللي انا عايزه اضغط هنا واختار اي صوره انا عايزها بحيث انها تبين لي. بس مثلا هاخد له اي حاجه من دول، اي حاجه يعني حاجه مثلا زي دي كده، دي بتظهر بدل الكور دي. يعني انت بدل ما بتقعد تدور وانت مش عارف دي اصلا بتاعت ايه، دي ايقونه بس مجرد بتوري لك شكل الكور دي. تعالى بعد كده اختار الفانكشن او وظيفه البراش بتاعي. هنا اختار اي وظيفه تعجبك، يعني على سبيل المثال لو انا اخترت انفليت هيعمل لي زي نفخ يعني فقاقيع كده. هقفل دي كنترول زد. ممكن اختار مثلا وليكن التيتيود، انا بحب انا التيتيود دي على فكره. طبعا النافذه لو ضاعت منك هتلاقيها قدامك هنا بالشكل ده كده. التيتيود بيعمل لي ارتفاعات انخفاضات. طبعا ممكن اقول له في هنا اوتو بيكنج، في بنت ماتيريال لو انا عايز ان الفرشه دي ترسم لي خامه معينه. وبمنتهى البساطه تمام لو انا قلت له اوفر رايد ماتيريال ممكن اختار الخامه اللي انا عايزها. تمام ممكن اختار الخامه اللي انا عايزها، وليكن مثلا لو انا جيت قلت له ميتالز مثلا وجيت لا بلاش ميتالز، تعالوا نختار مثلا وليكن
ممكن اختار لاندسكيبس، انا عايز خمس بطاقات. ممكن اختار السنو دي كده، خلاص يبقى بالمنظر ده. انا عملت كده هيبدأ يرسم لي الخامة بتاعت السنو، وكمان هيعمل لي الالتيتيود بتاعها. طبعا ممكن اتحكم كمان في الفول اوف بتاع الخامة، ان انا اعمل فلتر. لو انا عملت ايديت فلتر، ممكن بمنتهى البساطة انا اضغط كده واحط نيو بوينت، ومثلا ارفع دي شوية، تمام، فيعمل لي هنا افكت معين. لو طبعا الفلترنج ده له معانا قصص بعد كده ان شاء الله، بالشكل حاجه بالمنظر ده كده. لو جيت عملت اوكي هشوف ان رسم الخامه هيبقى متغير بالمنظر ده كده، على حسب شكل الفلتر على فكره. ممكن بعد كده اطبق اي ستايل، بس مش هتكلم على الستايلات دي دلوقتي. ممكن اقول له ستايل اير براش، او ممكن اقول له بينت براش. في الحاله دي هيرسم وملوش دعوه بالوظيفه الاساسيه، لكن انا عايزها اير براش. عندي بعد كده لو انا رحت ليه، طبعا كارنت ماتيريال هيرجع لي بالماتيريال دي. طبعا كده انا بختار، ممكن اختار من هنا واختار اللي انا عايزه. ممكن تبدل الماتيريال زي ما انت عايز. لو انا رحت ليه انفايرمنت، طبعا ممكن اقول له هنا يرسم لي في حته معينه وحته تانيه لا. لو ضغطت كده وممكن اعمل كده فارفع الخامه شويه، واعمل كده فانزل الخامه شويه، بحيث على سبيل المثال انا لو عملت كده اهو هنا كده، بحيث ان انا اشيلها، بحيث ان احنا نرسم من الاول. وجيت هنا كده تمام وعملت كده، فانا مش هنزل على حد معين او عن الحد اللي مسموح بيه اللي انا عملته هنا. لكن عامه غالبا انت ما بتحتاجش كل الكلام اللي في الانفايرمنت، انت بتحتاج بس تختار الوظيفه. ممكن اقول له كونسترين 2 دي تمام. في الحاله كده بص بيرسم بس، لكن ما بيعملش اي تاثير على الشكل نفسه تمام بالمنظر ده كده، الا لو فضلت ضاغط بالمنظر ده كده. لو فضلت ضاغط شويه وما مشيتش بيعمل الافكت اللي انت شايفه ده بالمنظر ده. طبعا احنا لو مالينا دي بقى خلاص بالمنظر ده كده 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 تمام بالشكل ده. نكمل خلاص بالمنظر ده كده مثلا بالشكل ده هنا كده. وجيت بعد ما انا بعد ما خلصت شغلي كله، ممكن على فكره لو مسحت دي، لو مسحت دي او لو ضغطت على دي هيشيل الصوره ويعمل اوتوماتيك اوتوماتيك بيكتشر براش. طبعا بعد كده بعد ما بعمل كده بقوم جاي قافل، اسف مش بقفل، بضغط الاول على سيف واسمي دي وليكن جي اف اكس براش. وطبعا تقدر ان انت تحفظها في اي مكان يعجبك وتاخدها توديها لاي حد يشتغل بيها. ممكن اعمل سيف هتنزل لي بالشكل ده كده بالمنظر ده. يبقى انا لو عملت اوكي تمام هينزل لي البراش بالشكل. طبعا لو ضغطت دبل كليك هلاقيه اساسا هو عامل لي خامه للبراش اللي انا عملتها. طبعا الماتيريال اديتور انا مش عايز اتكلم فيه دلوقتي لان له كلام كتير جدا. طبعا انا هشيل الخامه الديفولت دي انا مش عايزها، خلاص اعمل كنترول زد انه معتمد على الالفا. هرجعها تاني واشيل دي واحده، دي السنو، دي الديفولت روك، دي مش عارف ايه. انا هشيل اللي في النص دي تمام واعمل اوكي بالمنظر ده. طبعا انا لو جيت عملت رايت كليك وقلت له ريندر تو سكرين، وجيت عملت اوكي وجينا عملنا ريندر تمام، هنلاقي المنظر بتاعنا بالشكل ده كده على حسب البراش اللي احنا على حسب البراش اللي احنا رسمناه. ده بالنسبه ليه البراشز، او ازاي انك انت تتحكم في الماتيريال اديتور عن طريق البراشز، او انك انت تعمل براش جديده زي ما تحب او زي ما انت عايز. طبعا لو انا شلت ده كده يبقى انا ما بنشطش الماتيريال. لو شلت ده بالمنظر ده كده يبقى انا شغال على الماتيريال بينتنج، مش شغال على السكلابتنج. السكلابتنج هو اللي بيعمل لي عمليه البروز او الكلام ده كله. لو شلت ده او لو نشطت ده بس تمام وجيت اعمل كده مش هيعمل لي اي بروز خالص. كل اللي هيعمله ماتيريال بينت فقط لا غير. يبقى انا عندي حاجه من الاثنين في البراشز، يا اما بشتغل على السكلابتنج مود، يا اما بشتغل سكلابتنج يعني حفر، يا اما بشتغل على الماتيريال بينتنج مود. ده بالنسبه للترين اديتور او الاسينشال بتاع الترين اديتور والبروشس. ان شاء الله في المحاضره اللي جايه كلامنا هيبقى على اديتور جديد اللي هو الماتيريال
اديتور. شكرا لكم، كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من جي اف اكس اكاديمي دوت نت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.